حتى الجالوت العشت أول. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله ما تراني الله بك. الحمد لله أحمد. يعني الفصل من أفضل الفصل من أفضل الفصول داخل المدرسة. يا أمام نورت يا رمضان. يا أمام نحن الحياة بالصيام. يا أمام والدنيا سالك بخير. يا أمام وإحساس غير سلام. يا أمام نورت يا هذاك عند عمي ناجي عند عمي ناجي هذا فصل صاروا من التائبين هذا فصل خلاص 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 ابني ابني الناس من زملائكم في الدول الثانية في الدول الثانية قد بيخترعوا قد بيخترعوا تعرف من يخترعوا والله صدق في ايطاليا ايطاليا على يسار وين محمد في هذا السنه بيخترعوا سلام خير بيخترعوا شوي تكذب انا قلت طيب اعطيك سؤال ديني اخترع بالنسبه لي اسالهم اخترعت الخبر بس حلو اخترعت مو طيب كم عدد معادن المسجد الاقصى اخترع اخترع يا اسطى اخترع ما خذلنا الخاطي في الخط الصيني ومع السياره بنجرب عليك السياره عديت انا ما بيش محطة انقلة اثنين 12 اثنين ولا 12 عديت انا بسيطة ما راح تكلم اديك لوك ها بطلع سير فاهم تروح ان شاء الله وخذ التاير وين المسيرة غلط غلط ارجع ورا واطلع فوق ما راح سوينه ما بيش معك تنقلص ولا شيء ولا شيء بنشرت على كرت واحد كيف طيب تجنب سيارة وتتسلف التنقلص يلا كلامك يلا كلامك بخير محمد اجابتك صحيحه اخترعتها وحدي الحمد لله خير وحدي في المستقبل يا استاذ حسبي الله حسبي الله من العجله لحظه حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل ايش معنى اسمك يا سام ايش معنى على اسم خالد ولا عم كل رب الكعبه ما اخترع اختراع عين ايضا تعال والله نعم انا مالك علي تحت كلام كثير بس ايش رايك بجو رمضان علي تحت هلا افتحتك هلا علي قالوا ما نستخدمش العصا ايوه ممنوع عصا جيب كده جيب كده ايش به متى اخر مره يا ابو انا ناقصكم ها زرت الله يرحم والديك افتح يا عيضه بسم الله والله احرقت دم يا عيضه والله احنا مش سنه اي بحر نفدي أبوك دوار دوار يا أسد دوار أم دوار طيب دخل داخل يا بسمعتك داخل بحرك والله ما لا دوار اسمعنا كبريك بابا كبريك بابا أسام سيسي ألبحة طبعا يشيل من دا اشرب شب يعني أطنان الحديد أو الثقر أو الوزن زين بس وش اللي الاشياء اللي يدخل البحر وما يقدر يشيل مع انه البحر يشيل زي ما قلت يشيل اشياء كبيره لكن الشيء هذا لا دخل البحر بالبحر طاح ما عاد اجلس شيء اجلس ما عاد ما تشتي اخلعني اخلعني من الهرقله اخلعني من جاي جبنا صاد؟ ايه والله صاد ايضا يعني يستطيع حمل كل شيء الا حاجه واحده ما يقدر معروف البحر يشيل كل شيء الا حاجه واحده بسيطه مانجا قال لك ما حرم ماكم الا مانجا مثلنا ما لا حد يدي لي ما مانجا اي باكم مانجا اي باكم دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر دول عندهم حق ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لكن ممكن يقول القلب الولد شكله نقطة هو ده اللي بندوره عليه ايش معنى القلب؟ والله يعني
ما في تفسير معين لكن انا بدي احكي رمى طمعته من غيري رمى ايه لصلاه النبي احسن ثبت ولا نغير لحتى اقول لك غير غير اجابتك ما صح لا ادري اتوقع ما يصح اي لا ما يصح غير يعني اذا دخل يطيح انا ما اعرفش ومع ان البحر يشيل كل الاوزان الثقيله صخر شلون لا طاح في البحر ما يطيح اللي هو له وجهك تراب زي كذا الرمال طاحت في البحر تنزل تحت ما تطلع تذوب يعني تقدر تقول لكن اغير لك السؤال اغير لك السؤال رحت المسجد الاقصى؟ لا طيب ما رحت وين يقع المسجد الاقصى؟ زي واحد قبل شوي يقول المسجد الاقصى بالاقصى لا فلسطين فلسطين ممتاز كم عدد معادن المسجد الاقصى؟ انا فاهم الاولانيه لما حطوا لي الثانيه ثلاث معادن متاكد؟ ان شاء الله يضحك فواز ثبت ولا خلاص ترى غيرت لك السؤال انا ثبت خلاص خلاص ان شاء الله نفض يا عم كبر الجي وروى ادي الجي ده اسم تمنيت اجابتك صح لكن اجابتك غير صحيحه كلامك خير داسان شكرا لك يا حبيبي يا النيل انتم يا ولد سهلا يلا حياك الله تعرف عليك سعود عبد الله جلود سعود عبد الله جلود حياك الله يا سعود والبطل البطل شو اسمك عبد الله عبد الله جلود او نعم يا عبد الله كيف الحال يا عبد الله شلون صحتك طيب الله يسلمك سمعت السؤال تبي نفس السؤال ولا اعيده لك لا لا ابي سؤال اخر تبي سؤال ثاني سؤال وش سمعت اخر سؤال انت سؤال اخر المسجد الاقصى ايه وش فيه عدد المعادن ايه تبي سؤال غير ما تبي السؤال هذا؟ لا لا اغيره؟ لا لا غيره انت شكل معك واسطة من من ابو فهد ها؟ ابو تركي تركي ما شاء الله عليه لا لا طيب وش الشيء؟ طبعا معروف البحر يشيل اوزان ثقيلة صح؟ لا. بس حاجة لما نحطها بالبحر تطيح على طول تنزل ما لها وزن على طول تنزل وش الحاجة هذه؟ طول الحديد شلون الحديد؟ او اي شيء ما ايه 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 ينزل يشيل اشياء كثيره تكون الحديد وغيره الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله ما ابتلاني الله بك الحمد لله غير لك السؤال؟ غير السؤال اجابتك مين صحيحه بس بتغير غير لك السؤال عشان ابو تركي بس زين ايش معنى ماذا نعني بالتنكيس في الصلاه؟ مثلا الركعه وانت ما المفروض تجلس هذا التنكيس تقوم من الركعه وانت المفروض انك تجلس متاكد؟ تقريبا عندك مشاركه يا جلعود؟ ها قريب ما عندكم خيارات لا احنا نغير السؤال احنا نغير السؤال تبي غير السؤال؟ طبعا السؤال هذا من ابو تركي من ابو تركي مخصوص علشانك وخطير السؤال طيب انت من روى من محبين القهوه؟ اي نعم تحب القهوه؟ القهوه كذا مره بالله اصاله القهوه اي اصاله القهوه؟ اي نعم اها تسوي دعايه انت لاصاله القهوه؟ اكيد طيب بالتاكيد نعم يوميا تجي هنا؟ لا ما طيب كم عدد كم السؤال كم عدد فروع اصاله القهوه في منطقه حائل؟ الان الحمد لله تم فتح فرع ثاني اللي هو ايه صح 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 عطوا صفقة صح طبعا تربح معنا من مجمع المنار الطبي الله يسلمك
الجلعود والنومان للساعات بقيمة مشتريات 100 ريال، مستوصف ياسمين الحياة بمبلغ 100 ريال، وللمدام تودي المشغل كان. عارف مشغل كان؟ اي نعم. طبعا خدمات مقدمة من مشغل كان. كل عام وانتم بخير مرة ثانية جلعود. شكرا لك عمي. شكرا لك. شكرا لك. حياك. واشكر تواجدكم بقناة المرقاب بصاص القهوة. نعم. واشكر شكر خاص لابو تركي. يستاهل. الله يجزاك. شكرا لك يا حبيبي. شكرا. مستمرين حياك الله. فري جوسينا. فري شنو؟ جوسينا. انت فري جون سينا. ايه؟ انت فري ثور سينا. ثور. ثور لا اثري. هلا ترى فيك سامر مفضي درويش الشمري. سامي مفضي درويش. سامر 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 مفضي درويش. حياك. كلامك بخير. وانت بخير. ايش تبي السؤال؟ سؤال ديني. سؤال ديني. تبي دين؟ ايه. عارف سمعت السؤال اللي قبل شوي؟ وش المسجد الاقصى؟ ايه. لا ما بيمسجد. القدس مسرى رسول الله. قلنا حربنا ما علينا من الخبر هذا. قلب الموضوع الله يرحم والداي. طيب وش تعرف ايش معنى التنكيس بالصلاة؟ التنكيس بالصلاة قراءة الصورة. ايوه. الركعة الأولى قراءة الصورة آخر من القرآن؟ اي من القرآن. ممتاز ممتاز. الركعة الثانية قراءة أول الصورة. ممتاز برافو عليك. مبروك يا درويش، تستاهل جائزة يا درويش. طبعا السؤال من مجمع المنار الطبي. يعطيك العافية. ومستوصف أو النومان للساعات. يعطيك العافية. مبلغ مشتريات 100 ريال. مستوصف ياسمين الحياة. معك أحد هنا؟ إي والله معي. أمك موجودة؟ لا. أمك خواتك؟ طيب مشغل ياسمين الحياة، ونعطيك بعد مشغل كان النسائي. طبعا نشكر سيدة الأعمال الأستاذة ميرا بنت حجاب بن نحيت على دعمها للبرنامج. الله. تبي جواز ولا خلاص تكتفي كذا؟ أكتفي. تكتفي؟ واشكر قنوع يا حبيبي قنوع. أشكر صاحب القهوة. منو صاحب القهوة؟ أبو تركي. يستاهل. يستاهل. يلا شكرا لك درويش. يا شكرا. حياك. حياك الله. تفضل عليك. عبد الرحمن. كل عام وانت بخير عبد الرحمن. بخير. معي عبد الرحمن. ركز شوي. انت من حائل؟ الله من حائل. سافرت برا؟ لا. أبد. كم عدد الدول الإسلامية؟ ما علينا من الخبر هذا. قلب الموضوع الله يرحم والداي. فكر. الدول الإسلامية ما تعرف الدول الإسلامية؟ لا. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب كم عدد الدول العربية؟ ثمان. تقدر تعدها لي؟ الدول العربية؟ لا ما ده شفت شكله حمل ازاي؟ ده شبه عادل امام يا راجل بلد. ما عندك خلفية عن السؤال؟ لا. عبد الرحمن تابع معنا وتعرف الاجابة. تعرف عليك؟ مشاري الموسى. مشاري تعال شوي كذا وجهك على الكاميرا. من وين يا مشاري؟ من حايل. حياك. مشاري كم عدد الدول العربية؟ 24. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. مر عليك سؤال من قبل؟ ها؟ وين سامع السؤال؟ ايش رأيك عبد الرحمن؟ ما أدري إذا عنده معلومات ما شاء الله. من وين لك المعلومة؟ والله سمعتها من الكتب كذا جغرافيا. طيب يا سلام يا سلام. الله يرحمك يا طهطاوي. الله يرحمك يا طهطاوي. ربها الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعه. مين زكي جمعه ده؟ معك 4 ريال؟ نقص منها ريالين كم يبقى؟ 4
4 × 2 = 2. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. 2 يعني كم عدد الدول العربية؟ 22. برافو عليك، إجابة صحيحة وفرحان قوي. 22 دولة عربية. بس نبي نوه قول حين نسره كم، وش الدول هذه؟ تربح من الحسون طبعا، ملاهي، وتربح من ركوة البن، واضح، ومجمع المنار الطبي بمبلغ 150 ريال، وعطري أجمل بمبلغ مشتريات 100 ريال، وبعد بعد بعد مجمع المنار. كل هذا عشان قلت 22؟ إيه، لو أنا قال أكثر بعد تزود الجوائز. مشغل كان النسائي، ومعنى مشغل كان النسائي عاد تعطيها حق الوالدة. يلا بالتوفيق ان شاء الله. يلا شكرا لك حبيبي، شكرا لك، شكرا عبد الرحمن، شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لك، حياك.